طريقة بطرد البرص أو الوزغ من البيت. البرص يسمى أيضا باسم الوزغة وأبو بريس، وهو من الحيوانات ذات الحجم الصغير، ينتمي إلى رتبة الحشافيات وإلى فصيلة البرسيات وطائفة الزواحف وشعبة الحبليات. ويتميز البرص بألوانه الممزوجة بين الأخضر والأحمر أو البني الداكن والفاتح، وبعض الأنواع تستطيع تغيير ألوانها بهدف التموين، وينتشر في كافة المناطق الدافئة، كما أنه يوجد في معظم دول قارات العالم. ويتسم البرص بجلده المرقط والرقيق، ويتغذى على الفراشات والبعوض وصغار الحشرات، وينشط في الليل. أضرار البرص: من أضرار البرص صوته المزعج، وإفساد الملابس والأواني والفراش إن مر عليه، وبيوضه النتنة. وأيضا قد يسبب الحريق في البيت، خاصة البيت الذي يعتمد على الغاز والزيت في الإضاءة. طريقة طرد البرص من البيت: لطرد البرص من البيت نتبع ما يلي. أولا، قشر البيض. نوزع قشر البيض في أرجاء البيت وأركانه، لأن البرص يخاف كثيرا منه، لأنه يعتقده أفعى وهي العدو اللدود له. ثانيا، بخور المستكة. نبخر البيت بالمستكة أو اللبان مع إغلاق المكان جيدا وتركه مغلق لبعض الوقت، حيث البرص يكره رائحته كثيرا. فبعد عمل التبخير إما يهرب البرص إن وجد طريقة للهروب أو يموت. ثالثا، زيت السيارات المحروق. نحضر منديلا ونبلله بزيت السيارات المحروق ونمسح به الشباك من الخارج، وبذلك لن يدخل البرص البيت لأنه ينفي من رائحة الزيت. رابعا، الشيح. نضع كمية مناسبة من الشيح في قطعة من القماش لها فتحات واسعة، ونوزع القماش في أرجاء المنزل وخاصة عند فتحات الشبابيك. يعمل الشيح على طرد البرص، وكل شهر يغير الشيح مرة. ثالثا، محلول النشا. نذوب النشا في الماء، وعند رؤية البرص نرش عليه المحلول، وذلك حتى تثقل حركته ويسهل علينا قتله. ويجب مراعاة قطع الرأس للتأكد من موته، لأنه إن قطعت إحدى أطرافه فإنها ستنمو من جديد ولن يموت. سابعا، الزعفران. نرش الزعفران في أركان البيت حيث ينفر البرص منه. ثامنا، المبيذ الحشري. نرش المبيذ الحشري في المنطقة التي نعتقد بوجود البرص فيها، فرائحة المبيذ ستجعله يخرج من مكانه، مما يسهل علينا القضاء عليه. ثامنا، لصق الفئران. نلصق على بعض الكرتون لصق الفئران، ونوزع الكرتون في أرجاء مختلفة من البيت ونتركها. فهذه الطريقة تعمل مثل المصيدة، وعند مرور البرص سيلصق بالكرتون. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.